تباينت مواقف نواب الغرفة السفلى للبرلمان عقب عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة، بيان قدم فيه أحمد أويحيى حصيلة الجهاز التنفيذي طيلة عام 2017 و 2018، إنجازات ثمنها نواب الموالاة. إذا تكلمنا على عدد السكنات ولا عدد آلاف الكيلومترات من الطريق السريع أو الطرق الجديدة أو البنية التحتية بما فيها يعني كل الإنجازات التي قامت فهي موجودة، نتكلم على الجامعات هي موجودة، ولادنا راهم يقراوا فيها، نتكلم على المستشفيات موجودة، نعم هناك نقائص لكن موجودة. اليوم ما فيش تذبذب لدفع الأجور، المشاريع اللي كانت توقفت تم إعادة بعثها وانطلاقها، المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الأجنبية اللي كان عندها دين عمومي لإنجاز المشاريع تم دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز. المعارضة من جهتها وإن عرفت مقاطعة جبهة القوى الاشتراكية للجلسة انتقدت مضمون البيان الذي ركز على التقدم في المجال الاقتصادي والسياسة الاجتماعية رغم المصاعب المالية التي تعرفها الجزائر، معتبرين أن ما تم تحقيقه يبقى بعيدا عن مستوى الطموحات. مقتضيات التمويل الغير تقليدي أصبحت عبء كبير على الجزائر وليست حل كما طرحته الحكومة. الصناعة الجزائرية لا تمثل سوى 5.5% من الناتج الخام، نسبة البطالة يعني لحقت يعني نسب غير مقبولة. وعلى مدار 3 أيام سيعرف المجلس الشعبي الوطني طرح قرابة 300 سؤال سيجيب عنها الوزير الأول يوم الخميس المقبل.